بالفعل اليوم كيف قد الوداد احد المشجعين الغيورين الحقيقيين الذين لم تكن لم يكن يمنعهم اي شيء من اجل كلمه الحق واعلاء كلمه الحق، بما في ذلك انتقاد المكتب المسير وانا واحدا منه. توزير عرفته صديقا وعرفته ناقدا بناء، الى انتقد كيعرف علاش انتقد. اقدم تعازي الحاره باسم المكتب المسير لنادي الوداد وباسمي الشخصي لعائلته الكبيره والصغيره وخاصه لابنائه في فرنسا اللي ما قدروش يجيو، كنقول لهم مباركه في راسكم، ولجميع الوداد والوداديات نسال الله تعالى ان يتغمده في فسيح جنانه مع الصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقه.